أهلا بحضراتكم. في كأس العالم 2014 يعني كان الشغل البرازيليين اللي هم بيحاولوا يحلوا عقدة الماراكانا اللي أصابتهم سنة 1950، لكن للأسف العقدة ما تحلتش، بالعكس ظهر لهم أشباح جديدة هي الأشباح الألمانية لما نظموا البطولة على أرضهم. ألمانيا زي ما احنا عارفين فازت بكأس العالم للمرة الرابعة، لكن انتصارها على البرازيل هو اللي عمل يعني صخب جامد جدا في عالم كرة القدم. أما أسبانيا البطلة 2010 فاختفت في مونديال 2014، توارى تماما أسلوب التيكي تاكا في البرازيل، خرج الأسبان ويعني رؤوسهم منحنية، خرجوا ومعهم الحزن والأسى والألم. وأنا فاكر الإنجليز كتبوا إيه؟ الإنجليز كتبوا التعليق لطيف: تيكي تاكسي إلى أسبانيا، مش تيكي تاكا، لا تيكي تاكسي إلى أسبانيا. مرة تانية كمان في 2014 الجزائر أحرجت ألمانيا. أنا شايف أن الألمان عندهم هيبقى عندهم عقدة عربية أو عقدة من الكرة العربية، لأن كل مرة فريق عربي بيعمل لهم مشكلة.